والمساوي والجليس والخالق الشريك مع Amen.
ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المري غير المحوى غير المبتدئ لا بديع غير الزامن الذي لا يوحد غير المحفوظ غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايا حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرف نحوك الأرض أنت الذي تنطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل لك العروش الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك ورموات رموات يقدمون لك الخير أنت الذي يباركك غير المرئين وأنت الذي يسجد لك الطائرون ويصنعون كلهم كلمتك يا سيدنا أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الله الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في خدمة البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافين اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين احسبنا مع القوات السماوية ولنقل نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرف بما يرسل أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفتر ونبارك عظمتك وإذا الشر تنصره أنت هو القيام حولك أشير بهم وسير فيهم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر فبجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون رجلهم ويطيرون باثنين ويصرفون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبحة الغلبة
والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ ما أجدان Oh,
كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوارياتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك من أجل تعطفاتك الجزيلة كوّلتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وسببت لي الأرض لأمشي عليها من أجلي ألجأت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس وغير العالم.
والقراء والرهبان والعزارى والأراضي والأيتام والنساء
المصلين الذين في البلاء وجميع الأجناء. أذكر يا رب الساكنين في الجبال والمنائر وإخوتنا المسؤولين. أنعم عليهم بالعودة سالمين إلى منازلهم. أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أجرة أبائنا الأرس القدسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ودين النازي وسائر المدن والقرى والأديار وبيوت المؤمنين وكل مدينة وكل كورة والقرى وكل زينتها. ونجنا كلنا والزلازل والغرق والحريق وسفك البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهراطقة. والساكنين فيها بمن إلا شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبيك إلى النبي معك قائلين. فقدر يا رب وعيد السماء وطمرات الأرض في هذه السنة باركا. فقدرون وعيد السماء وطمرات الأرض كل شجرة والكروم وكل شجرة مثمرة في هذه المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا وتكون سالمة ويغفر لنا خطايانا. دبر حياتنا كما يليق بارك كل السنة بصلاحك من أجل فقراء
قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن ايضا تكون لنا الكفايه في كل شيء، كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السماء. الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. Oh.
فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الآباء في أورشليم السمعية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وأنعمنا بسلامك إلى من أجل عزم محبتهم في الملك
تنعطي جيت عيتيك نومك يا امير